السلام عليكم، كنتمنى تكونوا مزيانين. الرساله اللي غنقول لكم اليوم هي بما ان حنايا في هذه المرحله الصعيبه كنتمنى نعملوا يد في يد ونطمنوا مع بعضنا باش نحميو راسنا ونحميو العائله ديالنا. هاتوما كتشوفوا شحال ديال الناس الله يهديهم باقي كيخرجوا هذا باش يشري شي حاجه ويلصق في هذا وهذا يلصق في هذا. علاش حنايا هذا الحد كتقطع في القلب؟ الله يرحم والديكم، بقاو في دياركم. دابا هاد 20 يوم توصل وترجع الايام في حالي كامله. الله يرحم والديكم، بقاو في دياركم. السلام عليكم.